داخل هذه الجماعه، اتمنى لها كل التوفيق، وانا اتمنى من ساكن الجماعه بن عمان ان نكون في يد ان شاء الله، وان نتعاون جميعا من اجل انجاح هذه التظاهره الاولى. وتحيه للجميع. الرحمن الرحيم. ابراهيم بنيبورغ، الناطق الرسمي باسم جمعيه مهرجان لقبس، منظمه الدوره الاولى لمهرجان لقبس بمركز جماعه بن عمان. اليوم الحمد لله استضفنا يعني اخواننا المنابر الاعلاميه بمقر جماعه بن عمان دائره واقليم تيزنيت، يعني الاخوان بادروا انه للحضور في هذه الندوه التي تتعلق بتنظيم الدوره الاولى من مهرجان لقبس بمركز جماعه بن عمان يومي 7/8/2022. اذا طلعناهم على يعني البرنامج الشامل للدوره الاولى، والهدف من تنظيم ديال الدوره الاولى من المهرجان انها يعني الجانب يعني التنموي الثقافي وكذلك الاقتصادي. يعني ضمن فقرات المهرجان غتكون يعني استقبال مجموعه من الفنانين يعني الفنيين والثقافيين وكذلك كتاب وسيناريو يعني المهرجانات والافلام. كذلك الجانب الرياضي حاضر كذلك في هذا في هذا في هذا المهرجان. الجانب يعني الاجتماعي كذلك حاضر في هذا المهرجان. اذا نضرب لكم موعدا ان شاء الله يومي 7/8 في هذا الشهر. نتمنى ان يعني المنابر الاعلاميه يعني تحضر بكثافه تشجيعا للجمهور، ويعني تناسبيا لي يعني يوم عاشوراء. كذلك ما ننساوش ان دورات المهرجان فيها كذلك يعني الفرق الفولكلوريه المحليه، منها احواش، منها كذلك الفروسيه. ما ننساوش كذلك اننا استقبلنا يعني فرق يعني خارج يعني الجماعه يعني تشجيعا لهم، ولكن بحكم انهم يعني كنمارسوا نفس يعني نفس الدور وكنمارسوا نفس الاتجاه ونفس التوجه. نتمنى انه الاخوان استفدوا من هذه الدوره، نتمنى انه يعني تواصلوا مع الاخوان إدارة المهرجان بكل حرية وبكل شفافية. نتمنى أنه كلنا إن شاء الله لنا موعد يوم 7/8 في هذا الشهر، فمرحبا بإخواننا الحاضرين ومرحبا بإخواننا اللي غادي يجيو عندنا إن شاء الله، فكلنا يدا واحدا لتنمية هذه المنطقة والتعرف على يعني المنتوجات المحلية اللي غادي تسخر بها ولا اللي تسخرت بها هذه المنطقة، منها النعناع، منها أرقام، منها الزيتون إلى غير ذلك. كلمة رئيس جماعة بن عمان الخصاص يعني المبتغى من هذا الندوة. شكرا جزيلا لإخوان المنابر الإعلامية بمختلف يعني الألوان، شكرا لرئاسة المجلس الجماعي، شكرا لأعضاء المجلس الجماعي، شكرا كذلك لإدارة جمعية مهرجان لقبس التي احتضنت هذا الدورة، شكرا للجمعيتين المنسقتين جمعية مبادرة بن عمان وجمعية آيت إبراهيم الثقافية والراديو والأعمال الاجتماعية. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنشكر الرأي العام ديالنا والصحافة ديالنا، وكنشكروا جماعات بن عمان على مهرجان اللي قامت الحمد لله اللي داروا. غيكون واحد المهرجان هنا زوين إن شاء الله، وكاين هاد اللي قامت هذه معروفة في بن عمان، وحنا كنشوفوا إن شاء الله هاد اللي قامت هذه اللي كتجي من بن عمان لتيزنيت راها أساس ديال بن عمان الحمد لله. وهذا وكنشكر الرئيس ديال الجامعه بحضور يعني جامعه بن عمان وعملت تيزنيت الحمد لله، وكنشكروا الناس ديال بن عمان صدفونا. وهذا المهرجان ان شاء الله غيكون بين 7/8 ان شاء الله، وكنتمنى لهم التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. نتمنى من هذا المنبر ان الاخوات ديال بن عمان نقول لهم انهم يتقدموا ويستافدوا من الاخوان ديالنا ونكونوا متقدمه ويتكونوا في هذا المجال. مرحبا بالجميع.